اليوم حضرتوا معنا جديد توقيع اتفاقية بين الوزارة المكلفة بمغاربة العالم وشؤون الهجرة وما بين وكالة المحافظة العقارية اللي اعتبرناها في الوزارة الوكالة خطوة أساسية نحو تقديم خدمات متنوعة خدمات أساسية لمغاربة العالم فيما يخص التعامل مع عقارتهم في وطنهم الحبيب. كما كتعرفوا جميع السنة الماضية انطلق برنامج محافظتي اللي هو واحد الخدمة واحد المنتوج متكامل واللي عن بعد بطريقة إلكترونية أن مغاربة العالم ولاو كيتابعوا كل عقاراتهم أينما كانت في المملكة المغربية بلا ما يحتاجوا أنهم يتنقلوا نحو مكان العقار. كذلك كتسمح لهم أنهم يتوصلوا بشهادة الملكية بلا ما يتنقلوا إلى المكان أي إلى وكالة المحافظة العقارية في عين المكان، بالإضافة إلى أنهم يمكن يقوموا بعمليات كتم التحفيظ باحترام كل المساطر عن بعيد بلا ما يتنقلوا. إذا محافظتي خلقت واحد الطورة هادئة في تعامل مغاربة العالم مع العقارات ديالهم ومع وكالة المحافظة العقارية. طبيعة الحال شي شجعنا جميع كوكالة كوزارة باش نستمروا باش نجودوا هذه الخدمات أكثر وباش كذلك نقدموا خدمات أخرى. وهنا بغيت نشيد بالدور المركزي الاستراتيجي اللي قامت به الوكالة المحافظة العقارية واللي عن طريق أطر مغربية وكفاءات مغربية طورت مجموعة من المنتوجات اللي الآن تشكل نموذج على المستوى العالمي مش فقط على المستوى المغربي في التعاطي مع العقار. كما كتعرفوا كانت هذه المشاكل مطروحة، نتمنى غادي نشتغلوا جميع أن في المستقبل القريب ما يبقاش يطرح إشكالات حول العقار، وبالتالي المغاربة غيتحسنوا ممتلكاتهم وغيبقاو يتابعوهم ويبقاو يطوروهم ما دام أن الوكالة غتطور الخدمات لخدمات أساسية بشكل إدارة إلكترونية متنقلة واللي غتخليهم يبقاو يعيشوا في بلدان الاستقبال وهما مرتاحين. اليوم توقيع على التجديد كيدخل في إطار التنزيل العملي لاهتمامات جلالة الملك حفظه الله اللي كيعطي واحد الأهمية استثنائية لمغاربة العالم، وتنزيل كذلك البرنامج الحكومي فيما يخص التعاطي مع مغاربة العالم. وكذلك مناسبة استقبالهم نأكد لهم جديد أن كل القطاعات كل المؤسسات العمومية كل القطاعات الحكومية هي كتشتغل في أفق توفير كل الآليات اللي كتخلي مغاربة العالم أنهم يحسوا بأنهم جزء أساسي من المشروع الكبير اللي كتقود الإرادة الملكية باش المغرب يحتل مكانة الصدارة ضمن الدول الكبار. وما يمكنش تكون عندك مكانة الصدارة إلا ما كانش تجويد الخدمات الإدارية، وتجويد الخدمات إذا ما خصيش يبقى فقط شأن وطني، خصو يوصل لخمسة مليون المغاربة اللي كيعيشوا في الخارج، كما كتعرفوا كيعيشوا في 100 دولة وأساسا في أوروبا، وهما كيشكلوا 13% من سكان المغرب، وهما جلهم شباب مادام أن سنهم ما كيتجاوزش 45 سنة متوسط السن، وفيهم 48% من النساء، فإذا شريحة أساسية مهمة للمستقبل ولتحديات المستقبل. Donc aujourd'hui, une nouvelle convention a été signée entre le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie. Cette convention, au bout de deux ans, a été marquée par un succès certain. Plusieurs services ont été déployés, parmi lesquels Mohafadati, qui a été fondamentalement créé au bénéfice des Marocains résidents à l'étranger, qui permet à tout un chacun d'être informé de toute opération, de toute inscription sur son titre foncier. Le certificat de propriété électronique, je rappelle que 1 800 000 certificats de propriété sont produits par la conservation foncière, et aujourd'hui l'essentiel de ces certificats sont obtenus par les citoyens, par voie digitale, par voie électronique. Nous assistons au guichet unique, donc ce sont des cadres de la conservation foncière qui accompagnent les cadres du ministère délégué à travers leurs déplacements sur l'ensemble de l'Europe au contact des Marocains résidant à l'étranger pour expliquer les procédures de l'immatriculation et, quand il le faut, traiter les cas particuliers, les cas spécifiques en temps réel.
Nous avons également déployé durant toute la période estivale des services spécifiques dans tous les guichets des conservations foncières et des services du cadastre à l'attention des Marocains du monde. Et nous allons maintenir une campagne de communication commune avec le ministère délégué chargé des Marocains résidents à l'étranger pour continuer à sensibiliser sur l'importance de l'immatriculation foncière, les facilités qui sont apportées par l'administration vis-à-vis des Marocains du monde. Merci.